إذن حملة عندي أمل التي انطلقت مع أول أيام شهر رمضان المبارك كان لابد أن تدخل أراضي سوريا لاستطلاع آراء المدنيين المحاصرين داخل المناطق المحررة وأن تسألهم عن الأمل، ماذا يعني وكيف يرون الغد الممزوج بالأمل؟ أمال الناس وتطلعاتهم نتابعها من غوطة دمشق الشرقية. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، رمضان شهر البركة والعطاء والخير، بنتمنى إنه يسود السلام بالعالم أجمع، مو بس بالعالم الإسلامي، بالعالم كله. والله أمنيتي هذا رمضان إنه نخلص. يخلصوا عاد يا زلمة، أدوم عاد فينا نروح يعني نخلص ونعيش مثل البني آدمين، يعني حاجتنا. إنه يفك الحصار ويصقل بالشام. والله أمنيتنا تخلص الحرب، نخلص من هالأزمة هاي، ونرجع لبلدنا. نرجعنا لك كثير للبلد، يكون الله فارج علينا وعلى الشعب السوري كله. نرجع نشوف اهالينا اللي البعض منهم بالعاصمه اللي ما قدرنا نحن نروح لهنيك، والبعض منهم خارج سوريا. نتمنى رب العالمين هيك يجمعنا عن قريب تحت سفره واحده برمضان. كل اهل سوريا بتتمنى انه يرجع ينلم الشمل، ما في عيله الا ما في لها اهل بالشام او اهل برات سوريا، ان شاء الله يا رب يلتم الشمل ونرجع مثل الاول احباب واصحاب، ترجع تنلم العيله برمضان ونعيد كلياتنا سوا، وإن شاء الله الفرج العاجل للغوطة وأهل سوريا بجاه النبي.